أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة للدعوة في بلاد الكفار؟ اللي يبي يدعو إلى الله يجد مجال ويدعو إلى الله في أي مكان بدون أنه يرتبط بجماعات أو تنظيم. إذا صار عنده علم، فهو يدعو إلى الله بمفرده بدون أنه ينتبط مع جماعات وتنظيم، لأن هذه أشياء يدخلها بعض الأمور، بعض المناهج كما تعلمون. فهو يدعو إلى الله ولا يكون مرتبطا بأحد، ولا يحتاج خروج ولا دخول، يدعو إلى الله في أي مكان يسنح له الفرصة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.